احنا لقينا بصمات اخوك على باب المشرحة يا كريم بيه. معلش افهم بقى، يعني ايه لقيته بصمات على باب المشرحة؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه، وكمان اتبعت لنا صورة غريبة على الواتساب. صورة ايه؟ صورة ليك وانت قاعد في كافيه دي اند نايت انت واخوك. اتفضل شوف. ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ انا لا شفت حد ولا قعدت مع حد، ازاي هقعد مع واحد ميت؟ الصورة دي اكيد فوتوشوب. ممكن طبعا. عظيم، تقدر حضرتك تبعتها وتحللها؟ هو مش حضرتك عندكم برضو مركز تحليل وثائق؟ ده اذا كانت صورة اصلية، لكن دي صورة مبعوتة على الواتساب، يعني صعب نحللها ونعرف اذا كانت حقيقية ولا فيك. وانا بقول لحضرتك انها فيك. ومين بقى اللي عاوز يوهمنا ان في لعبة بتتعمل علينا؟ لعبة ايه؟ هو سعادتك مرة تتهمني ان انا قتلت رياض، ومرة دي جاي تتهمني ان في لعبة؟ ارجوك بقى منصور بيه تحدد كلامك عشان اعرف ارد عليك. هو الحقيقة في اتهام جديد، هو لحد دلوقتي بشكل ودي مش رسمي، انت واخوك رياض بتلعبوا لعبة كبيرة قوي على المباحث. فندم، ظاهر ان سعادتك ما تعرفش انت بتتكلم مع مين لحد دلوقتي. لا عارف، عارف كويس، وعارف كمان انك في اخر سنتين كنت بتتعالج نفسياً.